في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخص وحجز 567 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي غرام، وكذا كمية من المخدرات كيف معالج قدر وزنها ب 62 غرام، وذلك ببلدية بنكسيلة ولاية بجاية. تعود حيثية القضية بناء على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بفلاين الماتن، مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 30 سنة ينحدر من ولاية بجاية يقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بأقليم بلدية بنكسيلة. على الفور تم التنقل إلى عين المكان ومداهمته، حيث عثروا على الشخص المشتبه فيه أين تم توقيفه. عند تفتيشه تفتيش أمني دقيقا عثر بحوزته على 3 قطع من الكيف المعالج كانت داخل جيب سترته، قدر وزنها ب 4 غرام، أين تم اقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنكسيلة. مواصلة للتحقيق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل الذي كان يقيم فيه الشخص الموقوف الكائن بشاطئ الرباط بلدية بنكسيلة، حيث عثر بداخله على 567 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي غرام و 58 غرام من المخدرات كيف معالج، وكذا مبلغ مالي من عائدات الاتجار قدر ب 4270 دينار جزائري. تم فتح ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.